عمرها 12 قرنا، دخلت سجل التراث الإنساني العالمي من بابه الواسع قبل أزيد من 3 عقود. فاس العتيقة التي يقطنها حاليا 160 ألف نسمة، تضم أكثر من 1700 بناية في وضع حرج بسبب تصدع الجدران وتصدع الإحساس بالأمان داخلها. ما سنعس ولا في ليل لا في نهار لا في والو، وحنا ناس ضعافة. أنا عندي كروسة، فين هادي نمشي؟ ما اسمنا لما فين نمشي ولا والو. قاسن أنا نهدى للسوق مخايف، صافي قاسن في الضلا وصافي ما لقيناش فين نمشيو. هذا هو المشكل. الدار مشقوقة رايبة في خطرة كلها. إذا كانت ملامح القدم ضاربة في المدينة القديمة، فنور التجديد والتغيير يلوح في الأفق. تغيير يقوده جلالة الملك محمد السادس من ساحة رصيف بفاس، جلالته الذي ترأس حفل توقيع اتفاقية تهم معالجة السكن المهدد بالانهيار. الاتفاقية جاءت ببرنامج جديد يمتد حتى سنة 2017. وهذه المباني عددها 3666، والبرنامج كلفته 330 مليون درهم. تتدخل في تمويل هذا البرنامج كل من وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة السكنة والتعمير وسياسة المدينة. مدة الإنجاز 60 شهرا، أي 5 سنوات. وكالة التنمية ورد الاعتبار لفاس هي المكلفة بالتنفيذ، وتشرف على مشروع ترميم المباني المهددة بالانهيار منذ سنة 2004. لكن المشروع رغم تحقيقه مجموعة من الأهداف اصطدم بعدة إكراهات كطبيعة الوعاء العقاري ومشكلة النسيج العمراني، والأساس ضعف الجانب المادي. الآن هناك واحد التنقيبة مالية بين أطراف ميزانية اللي هي واخدة على اعتقاد أنها غادي تسند هذا المشروع هذا بالتمويل الكافي وبالتمويل اللي هو لازم لهذه الفترات اللي هي تمتد على 5 سنوات، حيث سيتم معالجة ما يناهز 1729 بناية من الدرجة الأولى. ستكون فيها يعني مساهمة للدولة لكل السكان المعنيين، وسيكون كذلك معالجة 1937 بناية من الدرجة الثانية والثالثة، ولكن هذه سيتم متابعتها ومتابعة الخطورة اللي هي فيها. مجلس المدينة والحكومة المغربية ستسهر على إعادة ترميم هذه الدور الأيلة للسقوط، وهذا شيء مهم بالنسبة إلينا باعتبار أن الآن هناك الحمد لله هذا المشروع يدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي يقودها صاحب الجلالة، وهذا كان هو مطلب ساكنة مدينة فاس. هو تتبع عن قرب لأحوال ساكنة المدينة العتيقة، تتبع يحرص من خلاله جلالة الملك على إعطاء دفعة قوية لورش إعادة الاعتبار للمباني الآيلة للسقوط للحفاظ على روح العاصمة الروحية.